وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور أحمد الديك، المستشار السياسي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين. دكتور أحمد، أهلا بك، إلى مساء الخير يا وطن. مساء النور. يعني سيدي، آخر المعلومات التي تصلكم حول ضحايا الزلزال من الجالية الفلسطينية بالتحديد؟ أولا فيما يتعلق بجاليتنا في تركيا، حتى الآن لم تسجل أي معلومات بخصوص وقوع ضحايا في صفوف الجالية. تتوفر لدينا بعض المعلومات الأولية غير المؤكدة بشأن عائلة فلسطينية موجودة تحت الأنقاض في أنطاكيا، لكن حتى الآن وفقا لاتصالاتنا والجهود التي تبذلها سفارة دولة فلسطين في أنقرة لم يتم تأكيد هذا الخبر. ثانيا، تعاملنا مع 6 طلاب فلسطينيين ممن تضرر منزلهم، تم الاتصال معهم وتوجيههم لمراكز الإيواء التي أعلنتها السلطات التركية المحلية، وهم جميعا بخير. وفي ضوء ذلك نحن أطلقنا مناشدة هذا اليوم لجميع طلبتنا وأبناء جاليتنا سواء الموجودين في تركيا أو في سوريا بضرورة التزام التوجيهات والتعليمات التي تصدر من السلطات المحلية المختصة سواء في تركيا أو في سوريا. بعض المناطق انقطع الاتصال بها في الجمهورية التركية، لكن وفقا لمجمل اتصالات السفارة وخلايا الأزمة العاملة في جميع أنحاء الجمهورية التركية، حتى الآن الحمد لله بإمكاننا القول أن جاليتنا بجميع أفرادها وطلبتها بخير. فيما يتعلق بجاليتنا في سوريا، الأرقام المتوفرة لدينا حتى الآن هي ارتقاء 8 شهداء من بينهم 3 أطفال. ارتفع عدد المواطنين الذين تم إنقاذهم من 8 مواطنين أحياء إلى 15 مواطن أحياء، جزء منهم مصاب بين إصابات خفيفة وإصابات متوسطة. 6 مواطنين ممن تم إنقاذهم حاليا هم في العناية المركزة. الهلال الأحمر الفلسطيني قام بنصب مجموعة من الخيام في محيط مخيم النيرب في شمال سوريا لإيواء من تضررت منازلهم وأصبحت غير صالحة للسكن سواء من المواطنين الفلسطينيين أو السوريين. لدينا أخبار سيئة صادمة تتعلق بخمس عائلات فلسطينية في الشمال السوري سواء في إدلب أو جنديرس أو عفرين. الخمس عائلات بأفرادها كاملة موجودة تحت الأنقاض. بعض المعلومات تؤكد أن جزء من هذه العائلات لاقوا حتفهم وجزء منهم لا زال البحث جاري في محاولة لإنقاذهم. نسأل الله عز وجل أن تكون الخمس عائلات بخير وبسلامة. عندما نتأكد من أوضاع الخمس عائلات في الثلاث مناطق في الشمال السوري سيتم الإعلان عن ذلك. الأوضاع جدا سيئة، خاصة وأن حجم الدمار هائل وكبير سواء في تركيا أو في سوريا. فرق الإنقاذ لا تستطيع مواكبة جميع المناطق التي والمنازل والعمارات التي دمرها الزلزال، والأجواء الشتوية الماطرة والعاصفة أيضا تقف ضد فرق الإنقاذ في ممارسة
أعمالها الإنسانية. نعم. يعني هذا ما لدينا حتى هذه اللحظة. يعني دكتور، السفارات الفلسطينية، سفاراتنا في الخارج سواء في تركيا أو في الشمال السوري أو في سوريا، يعني كيف تتمكن في ظل هذه الأوضاع الصعبة وخاصة ربما في شمال سوريا؟ جميعنا يعلم بالأوضاع الكارثية أصلا هناك دون الزلزال، فكيف بزلزال مدمر كهذا، كيف تتمكن السفارات من التواصل مع الجالية وأبناء الجالية الفلسطينية هناك؟ أولا من خلال الاتصال المباشر مع عدد من فعاليات الجالية. ثانيا، سفارتنا في سوريا منذ صباح هذا اليوم أوفدت فريقا من كادر السفارة وصل بالفعل إلى المناطق المنكوبة والتي تقع ضمن دائرة الزلزال المدمر، ووصلوا بالفعل وهم حاليا يمارسون عملهم في مساعدة الهلال الأحمر الفلسطيني وفي تقديم يد المساعدة وتقديم كل ما يمكن لأبناء جاليتنا، خاصة ممن تضررت منازلهم وأصبحت غير آمنة، وهم بالمناسبة أعداد كبيرة. وأيضا ثالثا، يتم استقاء عدد من المعلومات من الجهات السورية المختصة. جاليتنا في تركيا أيضا السفارة لديها تجربة واسعة في متابعة أوضاع الجالية منذ مرحلة الكورونا، لديها آلاف العناوين وأرقام الهواتف لجميع أبناء جاليتنا ورموزهم ومؤسساتهم وفعالياتهم المنتشرة في عموم الأراضي التركية. ومنذ عهد الكورونا نحن كنا قد شكلنا خلايا أزمة فرعية في جميع المناطق في جميع دول العالم، خاصة في تركيا، وبالتالي يسهل الوصول إلى المعلومات ما عدا المناطق التي انقطع الاتصال عنها بسبب هذا الزلزال المدمر. طب سيدي، هل هناك خطط ربما يعني وضعتموها في وزارة الخارجية وبالتنسيق طبعا مع سفاراتنا في الخارج لمساعدة من أصبحوا بلا مأوى، يعني عدا عن الضحايا، عدا عن منهم تحت الأنقاض، كيف ستساعدون هذه العائلات خلال الأيام المقبلة؟ أولا، جاليتنا في سوريا وفي تركيا يخضعون لقوانين وتوجيهات وتعليمات والمساعدات التي تقدمها الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية أسوة بالمواطنين الأتراك والمواطنين السوريين. ثانيا، نحن لدينا توجيهات صريحة وواضحة من السيد الرئيس محمود عباس وكذلك من وزير الخارجية والمغتربين دكتور رياض المالكي بالاطلاع على تفاصيل احتياجات الجالية وتقديم كل عون ممكن سواء من ناحية الخيام أو المواد الغذائية أو المواد الطبية لمحتاجينها من أبناء جاليتنا. في تركيا على سبيل المثال، الجمهورية التركية أو السلطات التركية المختصة في جميع المناطق المنكوبة من الزلزال أعلنت عن مراكز لإيواء جميع المواطنين الأتراك ورعايا الدول. هم يتوجهون وفقا لتعليمات هذه السلطات، وهي بالمناسبة مراكز إيواء مجهزة ومزودة على الأقل الحد الأدنى من شروط الإقامة والغذاء والدواء والماء. نحن نواصل متابعتنا للوقوف إلى جانب أبناء جاليتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. نعم، الدكتور أحمد الديك المستشار السياسي لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة معنا في مساء الخير يا وطن. وللأسف خمس عائلات فلسطينية حتى الآن عالقة تحت الأنقاض في الشمال السوري. أمنياتنا بالسلامة لجميع أبناء الجالية الفلسطينية في سوريا وتركيا وكذلك لكافة العالقين تحت الأنقاض بعد هذا الزلزال الكارثي والمدمر.